وليد سهونة معكم من wamda.com. قاعد مع أنس أبودية من وصلني. أنس تحب تحكي لنا عن فكرتكم؟ فكرة وصلني هي Carpooling سيرفيس، خدمة توصيل سوشيال بين الأشخاص. طبعا هاي الخدمة أول مرة ظهرت في أوروبا، انتشرت في أوروبا وصار في لها مواقع وأمريكا، وعربيا دخلت مصر في كمان ستارت أبس مشاريع مثل هيك. طبعا الخدمة هاي بتهدف إلى توفير الأزمة في الطرق، لأنه مشكلة كبيرة في الوطن العربي وخاصة عندنا بالأردن، عندنا كثير أزمة في عمان، ونحاول نحل هاي المشكلة، إنه بما إنه المواصلات مش هتحل المشكلة على الوقت القريب، فإحنا بنحاول نحل المشكلة اجتماعيا بين الأفراد، بين المواطنين الموظفين، لحتى يتساعدوا في توصيل بعض أماكن. طبعا إحنا بس بنعمل ويب ابليكيشن يساعد الناس ليتعرفوا على بعض ويعرفوا وين نقاط وصولهم ولوين رايحين هم ومين في فريند طبعا، يعني لحتى يتواصلوا مع بعض. هاي الفكرة وصلت لها بستارتوب ويكند ولا دايما كان عندك الفكرة وستارتوب ويكند كان opportunity عشان تنفذ هاي الفكرة؟ والله صاحبي أنس هو صاحب الفكرة، وأنا جيت هون عشان أشارك في مشروع وعجبتني فكرة وصلني، وإن شاء الله تكون تخدم المجتمع. وزي ما فهمت منك هي web based application مش موبايل، مظبوط؟ احنا التارجت اكيد يعني الويب موبايل، لكن حاليا احنا عملنا ويب ابليكيشن لحتى نبلش منه في ستارت اب ويكند، ان شاء الله يكون بداية لهذا المشروع ويكون ناجح. وكيف اكتشفت عن ستارت اب ويكند عمان؟ اكيد متابعين الاخبار التقنية في الاردن، عندنا كثير ايفنتس الحمد لله، ودائما بشارك في هيك ايفنتس. الويب ابلكيشن وصلني، كيف مفكرين تو جنريت ريفينيو؟ وتقدر تحكي لي عن التارجت ماركت تبعتكم شوي اكثر؟ هسه هاي راح تكون فري سيرفيس، وبالنسبه لنا التارجت هو نخدم المجتمع، واذا كان في عندنا تارجت كويس فبالتالي الفلوس حتيجي. لكن هو حاليا البزنس بلان تبعتنا اللي هي الادفرتايزنج حاليا، وان شاء الله ناخذ انفستمنت او شيء مثل هيك. شكرا لك، تكون موفق انس. يعطيك العافيه.